السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك بخير يا شيخ. اهلا. بس دقيقة دقيقة اعطي اوصل الموبايل للشيخ. لحظة. تفضل. شيخ حسن. وياك شيخنا. الو. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا بخليفه. اسف على الازعاج، انا ضربت لك على الخط هذاك ما حد يفيده. تسلم تسلم بخليفه، تفضل امر. ما يامر عليك عدو. انا بس استفسرت عن هذا درع الجزيره، ما في قوات قطريه اول شيء، بعدين في اثنين ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيره، قانون درع الجزيره يلزمنا بالمشاركه في دول المجلس، انت عارف. طيب. احنا هالمره تحفظنا وما شاركنا كقوه. طيب بس في في ضباط اثنين من قطر، ضباط اثنين مراقبين، هذا في اشياء تلزمنا غصب. طويل العمر بخليفه، الان ناس بتتعامل، يعني انا ارجو ان تاخذون هذا الموضوع في الحصان، الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. يا شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا الكلام يعني يجب اني ما اقول لك، احنا الموضوع دي احنا كقطر متحفظين عليه بسبه علاقه الاخوه والمواطنه، احنا الشيء دي متحافظين عليه ورفضنا المشاركه. انت عارف كقانون درع الجزيره يلزم كل الدول في المشاركه، احنا ضغطنا على انفسنا ما شاركنا كقوه، حاولنا ان ما المساله ما تتطور الى قوات والى طيران يوصل هناك والى والى طول الامر. انا مو مطلع على القانون بالتفصيل، بس القانون اليوم البرلمان الكويتي عنده مشكلة، بيستجوب الحكومة على هذا الموضوع. أنا معاك يا شيخ، أنا معاك وهذا صار واقع الحين. أنت ايش تبيني أنقل حق رئيس الوزراء قبل يطلع ولا بعد شوي تبي تكلمني؟ تعطينا أبو خليفة بس نص ساعة لساعة إلا ربع، لأن تعرف يعني هذا الموضوع مو بهالسهولة، يمكن أنه المعارضة قاعدة في اجتماعات والبيت الداخلي الشيء قاعد في اجتماعات، يعني تعرف الموضوع يحتاج الى 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 بلوره. اذا تبلور شيء انا اتصل عليكم بخليفه. انا انتظر منك تليفون اي لحظه. تسلم طويل. اذا الامر بعد ما يجي بكره الليله رئيس الوزراء ومعه سعود الفيصل ويقعدون عند الملك وتبلور بعض الامور، اذا الوضع تطلب انا يمكن بكره اجي واجي اشوفك ولا اشوف الشيخ عيسى بعد ما اشوف ايش يوصلون حق الموضوع مع الملك والحكومه هناك. نتشرف يا ابو خليفه. حتى انتم اذا قالوا لكم انت تبوني انا اجي، تبون يعني رئيس الوزراء يوصلكم هناك، شو اللي تشوفونه انتم؟ احنا والله نشوف وجهكم الكريم لنا الشرف، نشوف معالي الشيخ حمد ايضا، احنا بالخدمه، احنا نرحب يعني بلدنا، احنا ضيوف اهل البلد. ما في شك يعني، تأكد احنا ما عندنا النزعة ذي لا ذيلة ولا ذيلة، تأكد 100% اقول لك اياها بكل امانة. تسلم يا خليفة، تسلم طويل العمر. وسلم لي على الشيخ عيسى وعلى الجماعة كلهم، والله ان شاء الله يطمنهم في بلادهم، والله يفك الازمة ان شاء الله وتأتي على خير. يا الله سلم غاليكم، سلم غاليكم ابو خليفة.